بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الدرس الثالث في الوحده الثانيه وهو بعنوان خواص المحددات Properties of Determinants أهداف هذا الدرس التعرف على خواص المحددات واستخدامها في تيسير حساب المحددات. إيجاد قيمة محدد معكوس المصفوفة غير شاذة التي لها معكوس non singular matrix دون الحصول على عناصرها في البداية. ثلاثة استخدام خواص المحددات في اختبار وجود معكوس للمصفوفة من عدمه. وأخيرا التعرف على قابلية حل نظام خطي من عدمه. ومع الخاصية الأولى وتقول أن محدد مجموع مصفوفتين A زائد B ليس بالضرورة يساوي محدد المصفوفة A زائد محدد المصفوفه ب والمثال التالي يوضح ذلك المصفوفه اي عندنا عناصرها 1 2 2 5 فاذا حسبنا محددها فعناصر القطر الرئيسي حاصل ضربها 5 والقطر غير الرئيسي 4 فيكون محدد هذه المصفوفه هو 1 المصفوفه بي بنفس الطريقه 9 ناقص 1 8 أما إذا جمعنا المصفوفتين A زائد B فتكون عناصرها 4 3 3 8 فإذا أردنا أن نحسب محدد هذه المصفوفة الجديدة الناتجه من الجمع محدد A زائد B يساوي 4 في 8 32 ناقص 9 يساوي 23 ويظهر لنا هنا أن قيمة محدد مجموع المصفوفتين 23 لا تساوي محدد المصفوفة A زائد B واحد زائد 8 يساوي تسعة وهذا يبين الخاصية الأولى أن مجموع محددي المصفوفتين لا يساوي بالضرورة محدد مجموع المصفوفتين معا